السلام عليكم إخواني الأعزاء، أحبائي الموالي، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة وفي موضوع جديد يخص الولاعة. فالإخوان كما كيعرف الجميع، فكنحاول دائما نتقاسم معكم بعض المعلومات اللي كنبحث فيها أو اللي كندير فيها واحد الاجتهاد فيما يخص تغيير الحسون الكوبية وفيما يخص ما فهمته من قانون 2014 او ما وجدته على بعض الكتب ديال الاورنيتولوجي. فكذلك ديما كيف ديما كنقول، فاي مولوع كيجتهد وكيحاول يجبد افكار ويلقى افكار كنشكروه، وكنشكر انا خاصه على المجهود اللي كيدير، لان فقط ما كيدير هذا المجهود الا باش يطور هذه الهوايه ديالنا اللي هي تغيير الحسون الكوبية في البلد ديالنا المغرب. فالإخوان، فهذا الموضوع ديالي فهو غيخص واحد الخانة اللي حتى هي مهمة في لائحة التحكيم أو فيما يخص تفسيرها، في كيف جاء بها أو كيف فسرها أو كيف وضعها، يعني المشرع الإسباني في القانون وعلى اللائحة وعلى لائحة التحكيم. ف ان شاء الله غادي نشوفوا جميع هذا الموضوع، فتابعوني على الشاشه ان شاء الله لكي نناقش او لكي اعطيكم رايي الخاص والمتواضع في هذه الخانه. فالاخوان كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، فالموضوع ديالي ديال هذه الحلقه فهو غادي نتكلم فيه على موضوع، على خانه من الخانات ديال لائحة التحكيم. وهذه الخانة هذه هي اللي كتشوفوا امامكم، نوت ديسكوردونت. فهذه الخانة هذه الاخوان فهي مهمة بزاف 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 في التحكيم. اولا لانها كتعتبر هي الاصل ديال كاع دوك الاخطاء اللي كاينين على لافيش ديال التحكيم، ثم كذلك كتعتبر واحد الخانه واسعه اللي كتستقبل او اللي كنحطوا فيها انواع ديال الاخطاء اللي ما مصنفينش يعني بالتفصيل في على لائحه التحكيم. ولكن قبل ما نكمل تفسير نبدا نعطي واحد المرادفات ديال هاد لانوت ديال هاد الكلمه ديسكوردونت. ف كلمه ديسكوردونت كتعني سي كوا لومو ديسكوردونت، فهي كتعني ديزاكوردي فو انكومباتيبل كاكافونيك، وبالعربيه متعارضه مخالفه متضاربه. ف غير من خلال كلمة ديزاكوردي ولا فو ولا انكومباتيبل، فهي كتعني أن جميع الأمور اللي كيقوم بها الطائر وكيكون وكتكون مثلا التغيير اللي كيقوم به الطائر أو اللي كيغير الطائر وكيكون يعني مخالف شيئا ما، خاصة في الهرموني، مخالف على ما هو يعني متفق عليه وما هو مكتوب في القانون، أو مخالف يعني في المعايير ديال هذاك ديال هذوك التغاريد اللي محطوطين لينا في القانون. اذا الاخوان هذا الاهم ديال هاد الخانه هذه ديال لا نوت ديسكوردونت اللي انا كنشوفها الاهميه ديالها، وعلاش بقات محافظه على المكانه ديالها عبر هاد الازمنه وبقات محافظه على المكانه ديالها في اللائحه، في لائحه التحكيم، وبقى المشرع الاسباني حتى هو محافظ عليها، لان هي الخانه الوحيده اللي كتبقى كيف هي، وهي الخانه الوحيده اللي ممكن تستقبل الاخطاء الجديده اللي كتطور مع تطوير التغيير، يعني تطوير التغيير بسبب مثلا لا تكنولوجي. فممكن يعني صراحه كنسمعوا بعض الخطأ، بعض التغاريد او بعض الاخطاء
ما مفهومينش، ما عمرنا سمعناهم او الحكم ما عمرو سمعهم او حتى المشرع الاسباني ما داهمش، ما كانش داهم في دماغه. ولكن اللي تي انتيليجون المشرع الاسباني من اللي خلى هاد لا نوت ديسكوردونت بقى يعني على فلافيش، لانه يعني عارف بان دائما كيكونوا اخطاء جديده، فالاخطاء الجديده ما يمكنش الحكم يشدها ويحطها في شي خانه اخرى اللي ماشي ديالها، الا لا نوت ديسكوردونت هي اللي كتقبل عليها. وكذلك هذا الموضوع ديال لا نوت ديسكوردونت خلاني نفكر ونعطي واحد دي واحد ندي هذا الفيديو كذلك على واحد الخطا اللي كيختلفوا فيه المواليع والحكام، اللي هو لونشينمون و لو غولمون، لان كاين اختلاف هنا بين المواليع. يعني حنا كاع كنتجمعوا مع المواليع، ف كاين بعض الخطات كيكون هذا الخطا ديال لونشينمون ولا ديال الغولمون، وكاين اللي كيصنفهم بعض الخطات كاناري، وكاين اللي كيصنفهم نون ديسكوردون. فبالنسبه ليا انا باش صنف واحد الجمله تغريديه او واحد الاوده في الخانه ديال الكناري، فخاص يعني خاص واحد التركيز يكون دقيق جدا، لان باش ما تظلمش الطير. اذا قبل ما ندخل في لي ديتا ديال هذا التدقيق، غادي نحاول نشرحوا بعدا ما هو لونشينمون وما هو لو غولمون. الاخوان، فقبل ما نوضح الفكره ديالي على هذا الموضوع ديال لا نوت ديسكوردون، فولا بدا نعطي واحد تفسير على هاد جوج كلمات ديال لونشينمون و لو غولمون، وشنا هو الفرق بيناتهم. فهاد الكلمتين عندهم واحد المعنى كبير في داخل يعني المنظومة ديال التغريد الكوبية، فلذلك خصنا نوضحهم يعني لغة، ونوضحهم كيفاش يعني عندهم العلاقة بالعلاقة ديالهم بتغريد الطيور. ففي لابريزونطاسيون ديالي ففي لابريزونطاسيون ديالي ديال 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 هاد لا فيديو هادي، فهنايا من طبيعه الحال كتشوفوا سي كوا ان لونشينمون اي سي كوا ان غولمون، ما معنى لونشينمون وما معنى ان غولمون. ف بالنسبه لان لونشينمون فهي كلمه جايه من المصدر ديالها لو الفعل ديال اونشيني، وهي ليي كومبيني، وبالعربيه فهي عندها بزاف ديال المرادفات. فانا عطيت غير ثلاثه مثل سلسله بطا يجمع ولا جمع. ف اونشيني فعطيت واحد ليكزومبل على شكل رسم بياني غير تفسير غير توضيح الفكره. با كما كتشوفوا هنايا، فخديت واحد يعني واحد اجسام صغيره ودرت لها يعني ربطتها فيما بعضها باش يعني نوضح بان لونشينمون هو ربط جسم بجسم، سواء يكون هذاك الجسم يعني يتشابه او اجسام اخرى كتكون مختلفه وممكن نربطوها وحده مع اختها. واللي كيهمنا حنا هو هاد الاجسام هادو اللي غادي نوضح بهم حوايج اخرين. ولكن الأهم عندنا هو سي كوا لونشينمون بارابور او شون دو ترانسفير اللي هو الكوبيا. فما هو يعني الأهمية، شنو هو لونشينمون في تغريد الطيور أو تغريد الكوبيا؟ فمن طبيعة الحال فلونشينمون فهو أصلا يوجد هو فطري في الطيور المغردة، في الطبيعة، فهو يعني عملية فطرية يقوم بها الطائر يوميا لتكوين جمله التغريدية. ولكن هنايا في الكوبية ومن طبيعة الحال بما أنه هو عملية فطرية في تغريد
الطيور. فالناس اللي هما اهتموا بهذا التغريد الطيور بحثوا فيه وكنهضر على الاسبان، فالاهتمام ديالهم بتغريد الحسون يعني اكتشفوا ان الحسون له ميزه خاصه ومتميز على باقي الطيور في ما يسمى بتركيب الجمل او لونشينمون دو شون. فمن خلال البحث ديالهم كما سبقت قلت في الابحاث اللي فاتت ان خداو واحد خمسه تغريد اساسيه ديال الحسون اضافه الى الميسيدا، وعطونا واحد القانون واحد الكيفيه التي يغرد بها الحسون ويعني كيجمع بها او كيركب بها الجمل التغريديه ديالو. فمن خلال هذا البحث ديالهم والعمل ديالهم فعطونا واحد كما قلت لك واحد الفصل او البند في هذا القانون اللي كيقول بان الجمله التغريديه في الكوبيه تبتدئ ابتداء من غدتين اساسيتين كما كتشوفوا في هذا الشيما اللي قدامكم. فعطيتكم الشيما ديال جوج تغريد، جوج غدات اساسيه كونوا جمله، ثم غدتين اساسيتين كذلك مع البلوك دو فينيسيون كيبقى ديما واحد الجمله تغريديه، هذه كتسمى مفتوحه وهذه كتسمى ما يعني مقفوله او مختومه بان بلوك دو فينيسيون. ثم رسم اخر اللي فيها بعض ديال الغدات زائد البلوك دو فينيسيون. اذا هذه المساله هذه العمليه هذه كتسمى النونشينمون. اذا حتى يعني التركيبه ديال لو فوليوم 2 فيها لونشينمون، حتى البيبي غرانادا فيها لونشينمون، حتى لا لينيا فيها لونشينمون. اذا هذه المساله هذه غادي نحاول نعطيها لكم بواحد ليزيكزومبل ديال الاصوات، لان هاد لونشينمون اللي شفتو دابا في الشيما فهو اونشينمون صحيح. فمثلا هذه جملة مكونة من غدتين، يعني غدتين يعني مربوطين فيما بينهم، ثم الغدة الأخرى، ثم الجملة الأخرى. إذن هاد لي زيكزومبل اللي عطيتكم فهما جمل تغريدية مركبة كما كنقولوا، يعني الحسون استطاع ولا ركب هذه الجمل. اذا مادام هما جمل مركبه يعني انهم سي دي زونشينمون، ولكن دي زونشينمون صحيحين. اذا بالنسبه لي انا الا جلست مع شي مواليع يعني وكنناقش معهم الولاع وحاطين شي طويه كيغني وغرد ليا مثل هاد الجمل هادو، فبامكاني انني نقول لهم مثلا تبارك الله الطويل كيضرب دي زونشينمون زوينين واعرين باداء رائع. فعدد من الموالع، وهذه درتها ماشي خطا ماشي جوج، فعدد من الموالع كيتلفت ليا كيقول ليا سي با دي زونشينمون، ماشي دي زونشينمون هادوك، فهادوك جمل تغريديه. علاش؟ لانه هو بالنسبه ليه هذاك كلمة لونشينمون دائما في دماغه أنها خطأ، لأن العرف اللي عنده اللي واخد دائما لونشينمون بالنسبة ليه خطأ، بينما هو سي أن لونشينمون صحيح إيجابي 100%، ليس فيه خطأ. ولكن المشرع الاسباني لما بحث في التغريد ديال الحسون ولقى بان الحسون كيجمع التغريد ديالو او كيركب التغريد ديالو او كيكون جمل، واطول جمله اللي لقاها هي خمسه تغريد و لا فينيسيون.
اذا لان الحسون عنده واحد الطريقه ديال التغريد غيغلو كما كنقولوا، ولكن مع ظهور الهاجي وظهور يعني مع وكذلك مع ادخال عهودة الميسيدا والفانتازيا وبعض التغيرات الاخرى اصبح يعني ممكن، اصبح من الممكن ان ومع ظهور الهجين اصبح من الممكن ان الجولة التغريدية تصبح طويلة جدا، وخاصة مع الهجين، خاصة مع الهجين، وركزوا على الهجين. فهاد الهجين اللي كنقولوا ليه حنا الميستو اصبح كما قلت لكم كيركب واحد الجمل طويلة. اذا هنا المشرع الاسباني فطن لهذا المشكل هذا، فبذلك حدد لنا هذه الجمله فواحد لي ليميت اللي خصنا نحترمو، فحددها لنا ان فملي فطن لهذا المشكل هذا صح، لان انا ملي شفت هذا المشكل هذا وشفت كيفاش تعامل معاه يعني المشرع الاسباني، فهنا طرحت هذا السؤال كون لونشينمون دو فيال نوت ديسكوردونت دون لو شون دو ترانسفير كوبيا، متى؟ لان خاص اي مولوع كيف ما كان خاص ملي يقرا الكتاب او ملي يشوف الاخطاء اللي في الجدادة خاصو يتساءل على هذاك الخطا كيفاش تخداوه انه او كيفاش ردوه خطا. اذا هاد لونشينمو هذا انا طحت سؤال على نفسي في البحث ديالي ولقيت السؤال الصحيح اللي غادي يوصلني للهدف، هو متى يصبح لونشينمو خطا في تغريد الحسون او في تغريد الكوبيه. فهذا السؤال هو اللغز ديال هاد الخطا هذا. اذا لما كيصبح الطير ملي كيغني الطير الهجين كيغني واحد جمله تغريديه بحال هذا الشكل هذا مكونه مثلا من 9 ديال لي زابيل والبلوك دو فينيسيون، كتجي كما كنقولوا طويله، لان الهجين يمكن ليه يغرد هذا الشكل ديال الغوده ديال الجمله نسمعوها. إذن المشرع الإسباني ملي شاف هذا المشكل كيوقع مع يعني لمساته ففطن لهذا المشكل وحط واحد القانون اللي هو أو واحد البند داخل القانون اللي هو أن الجملة التغريدية ما تفوتش 7 ديال الأغودات داخل فيهم البلوك دو فينيسيون، سافي دير يضرب 6 ديال التغريد دو باز اللي هما ديال الحسون ويزيد الوحده ديال الميسيدا اللي داخله او الفانتازيا مثلا ويدي على البلوك دو فينيسيون. هنا كتحسب انها جمله صحيحه ايجابيه. اذا المشرع الاسباني حط لنا واحد الماكسيموم الماكسيموم ديال الاغودات اللي خصنا نحترمو في الجمله التغريديه، يعني ما خصوش تفوتوا فيها 7 سواء بالبلوك دو فينيسيون او سواء جمله تغريديه كما كيقولوا هما ابيرتا مفتوحه. ولكن بعض الممالي اللي كنجلس معاهم وبعض شي حكام ملي كيسمعوا هذه الجمله بهذه الطريقه هذه طويله بهذه الطريقه هذه بعض الممالي هذه كيدخلوها او كيحكموا عليها كيصنفوها في الخانه ديال الكناريا او الكناريوس، فبتاتا لا اتفق معهم
في البعض منهم. فهذه جملة أصلا جملة صحيحة فقط فقدت الصلاحية ديالها ملي ديباسات العدد ديال الأغوذات المكونة للجملة. فبذلك هنا كتصنف في نوت ديسكوردونت، لأن ما يمكنش تسمع الأداء ديالها، لأن طير هنايا ضرب لي بيبليو اللي فيها وضرب لي الأداء الده مزيان، لي كونسون مزيانين، لي فوايل مزيانين، لو ريتم مزيان، لو بلوك دو فينيسيون مزيان. دونك علاش غادي نحكم عليها بالطول ديالها؟ الطول لا يعني شيئا، الطول ما كيعنيش الكراري. بالنسبة للمشكل اللي إلا كان غادي تصنف هاد الجملة تصنف كناية، فخاص على الأقل يكون فيه الأداء، تكون فيه تكون هاد الجملة فيها الأداء ديال الكناري، أو فيها على الأقل جملة واحدة مكونة من 4 ولا من 5 ولا من 6 ديال تكون فيها أغودة واحدة فيها لو ريتم كناري، بحال اللي غنسمعكم في ليكزومبل. هاد ليكزومبل هذا اللي هو واخدو انا من تغريد الكناري تيمباندو. فهنا هنا تيمباندو قلنا 6 الاغودات ايكو، ولكن غتسمعوه في الاداء. اذا هناك اداء مختلف، سمع. فنعود نسمعوا هذه، اذا يعني المساله واضحه بحال وضوح الشمس. اذا خاص اذا كانت الجمله طويله خاص نسمع فيها هذا لو ريتم الثاني ديال لو كناري، او على الاقل نسمع اغوده وحده داخل الجمله، اغوده وحده من هذا ديال الكناري بالاداء الكناري في هذه الجمله ديال 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 الكوبيه باش نصنفها كناريه. اذا الاخوان في هذا النوع ديال لونشينمون الطويل ديال الجمل التغريده الطويله فهي تعتبر اونشينمون وتعتبر نوت ديسكوردونت. ثم هناك واحد الشكل ديال الجمل التغريديه اللي داخل فيهم انونشينمون، لان لونشينمون ما فيهش غير واحد، لا جوج، فيه انواع، فيه انواع. لهذا علاش على لا نوت ديسكوردونت قلت لكم هي واسعه، هي الوحيده اللي كندخلوا فيها جميع التغاريد، يعني اللي ماشي اللي ما عندناش يعني اللي ما سامعينش بزاف واللي كيجيونا فغير. نسمعوا هذا لونشينمون هذا، اذا الطائر هنا اش دار؟ علاش سمى هذا بلونشينمون؟ انه ضرب جمله تغريديه وضرب لو بلوك دو فينيسيون ديالو ودار تشيو، ولكن ما وقفش وطلع بطابلي طيوس. هذا سيت ان انشينمون اللي كتدخل في لا نوت ديسكوردونت. ها هي. ثم كاينه واحد الجمله اخرى اللي هي هو في حقيقه هذه الجمله هذه بزاف ديال الماليات كنسمعهم كيهضروا عليها وكيقارنوها بديك 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 الجمله الاخرى ديال اللي فيها مثلا طبلي 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 بلي 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 تي 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 بولي 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 بولي، يعني ان الطير ضرب الاغنية النهايه وما داش تشيو وطلع بالبولي بولي. كيقارنوها، كاين اللي كيقول ان هذا الشكل ديال الجمله التغريديه مقفوله وتبعها بالجمله الثانيه مقفوله كيدخلها في لو غولمون، وكاين اللي كيدخل هذه اللي قلت لكم في امي كيدخلها بلو غولمون، وكاين العكس صحيح، كاين اللي كيقول هذه اونشينمون وهذه غولمون. في الجواب الصحيح بالنسبه ليا وبالنسبه للقانون ان هذه الجمله هذه اللي غنسمعكم دابا ان هذه الجمله بحد ذاتها فهي فقط سيت ان نونشينمون ماشي غولمون، سيت ان نونشينمون، لان الطائر هنايا ما حبش وداز طلع بجمله اخرى بدون ما يدي واحد اون بوز بين تشيو والجمله اللي غيغرد من بعد. اذا كتعتبر اونشينمون وكتدخل في النوت ديسكوردونت الا فيها شي ريتم كناري او فيها شي اوغودا كناريه.
لان في هذه الحاله الا كانت فيها عقود الكنايا دائما كنعطيو في التحكيم الخطا الكبير لانه نقطه كبيره. اما بالنسبه للجمله اللي قلت فيها اللي ما عطيتش المثال ديالها ديال طبلي 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 بلي 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 تي 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 بولي 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 انه ما داش شي وطلع، فهذا في حد ذاته سي تان اونشينمون، في حد ذاته سي تان اونشينمون. غير المشرع الاسباني فطن لواحد الحاجه وديطايا يعني فصل هذا النوع الخطا، فصلو وخلق ليه الخانه ديالو بوحدها وسماها اخطاء في عهودات النهايه، لان الطائر هنايا في هذه الحاله اللي قلت ان استعمال عهودات النهايه كاداه وصل. اذا هذا النوع اللي قلت الاخر فهو كيمشي ديريكتومون للخانه ديالو اللي هو اخطاء في عهودات النهايه، لان كل خطا عنده الخانه ديالو فلا بد اوبليغاتوار نحطوا هذاك الخطا في بلاصتو، الا ملي كيكون بحال المسائل ديال لونشينمون وديال شي حوايج الغير مكتمله بحال تعويقه غير مكتمله او كدوز النوت ديسكوردونس. اذا الاخوان هذا بالنسبه لي زونشينمون. اذا هذا الشيء علاش كنقول لكم بان لا نوت ديسكوردونس الا بغى يعني الانسان يحط فيها واحد الغلط او يعني خاصو يسمع الجمله مزيان ويسمع الاهود مزيان باش ماشي يهزها ويحطها في بيمافيرا او يحطها في الكاناريوس.